على مساحة تقدر بأكثر من 2000 كيلومتر، جميعها ملوثة بالمخلفات الحربية والألغام. يواظب عمله اليومي بتنظيفها من هذه الأسلحة العشوائية التي تفتك بالمدنيين حتى بعد انتهاء الحرب، والتي مرت عليها عقود من الزمن لكنها لا زالت تأخذ أرواح المدنيين هنا. الألغام هواي لها تأثيرات، منها قطع الطرق، منها تهجير السكان، منها عدم الزراعة، وهاي مخلفات لها وتأثيرات على المجتمع على الشعب. بالنسبة لجارتي خطية تقطعت رجليها وعيونها راحت في سبيل راحة للمعلمة مالتها وتعطيها دروس إضافية وصار ما صار. جارتي يخاطر من جديد هذا الرجل بحياته، وذلك عبر إزالة الألغام من الأراضي المحرمة، فعل عجزت عنه حكومات. الغاية من عمله هذا إعانة عائلته وإعادة هذه الأرض كما كانت وافرة النخيل قبل الحرب الإيرانية العراقية. طلعت هاي الألغام بيدي، يعني آثرت على نفسي حقيقة، آثرت على نفسي وطلعتها بيدي لعلمود جهالي، علمود الناس اللي تجي من المدينة زيارة ترفيهية. 60% من الألغام لم تنفجر وبقيت في أماكنها التي زرعتها جميع الأطراف في الصراع، تشكل اليوم تهديدا كبيرا لسكان القرى المتاخمة للحدود الإيرانية منذ عام 1990 وحتى الآن. لا يبدو أن هذه الأرض صالحة للعيش، ففي جوفها تقبع ألاف من القنابل والألغام التي جعلتها أرضا محرمة، فالمخاطر حتمية هنا عندما تروم العيش فيها. مصطفى الشمري، قناة التغيير، مدينة البصرة.